عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن الجميلة سمارة، وطبعا هي بتقدم اولا تعازيها لشعب الامارات، وبتقدم تعازيها على طبعا رئيس دولة الامارات اللي توفى. ربنا نشرت بوست جميل جدا، وهو ان الدعاء انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، لا انت بتقف في طوابير ولا مستني واسطه ولا في زحام، انت منك لربنا سبحانه وتعالى، ادعوني استجب لكم. يعني مفيش بينك وبين ربنا اي حاجه، اي فواصل، اي موانع، دعوه منك لله كده سبحانه وتعالى على طول. وان الدعاء ده عباده عظيمه جدا فعلا، لا نتركها، ربنا يصفي قلوبنا. كان سيدنا عمر بن الخطاب قبل كده قال مقوله، انه انا ما بحملش هم الدعاء، ما بحملش هم الاجابه، ولكن احمل هم الدعاء. لما تدعي وقلبك ينشرح، انت بتحس ان الدعاء هيستجاب باذن الله تعالى، وطبعا يعني ثقتك ويقينك في دعائك ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيبه، هو ده اللي بيخليه دايما ان هو يستجاب باذن الله تعالى. ورضاك بقضاء ربنا في كل الاحوال ده حاجه جميله جدا، ورضاك ان ربنا دايما بيعمل لك الخير هو ده حاجه عظيمه جدا، وان اي دعوه ليك سواء ان ربنا سبحانه وتعالى بيحقق لك اللي انت عايزه، او ربنا بيمنع عنك سوء، او ربنا بيدخله لك في الاخر، فهو كده كده مستجاب باذن الله تعالى. ادعوا ربنا وانتوا واثقين في الاجابه. الدين اللي حصل في فلسطين، ومش هي بس، كمان عمرو اديب وناس كتير جدا، مشهد اليم قوي، والاعلامي حفيظ وخديجه، كل دول بيدينوا اللي حصل في فلسطين امبارح، بسبب انه طبعا الضرب اللي حصل علشان يفرقوا الناس اللي ماشيه والناس اللي شايلين النعش، وبرغم كده فضل الناس صامدين وواقفين في مكانهم، ما تحركوش الناس اللي شايله النعش بتاع شيرين، ربنا يرحمها يا رب. طبعا كان موقف اليم، ولكن يعني يمكن انا بقول يمكن يكون ده يعني حاجه، صوت يعني صحي كل الدنيا او الامه العربيه عليه، ان يتجمعوا تاني ويقفوا مع فلسطين عشان يكون الوضع افضل وافضل. وكمان نشرت الفنانه منى زكي ان ده حال الفلسطينيين حيا وميتا من الاحتلال الاسرائيلي، ربنا يا رب يخلصهم منه على خير باذن الله، وينصرهم نصر مبين ان شاء الله قريب باذن الله. يا رب على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.